خلف هذه المشاهد التي عصفت بدول العالم عام 2017 وجوه صنعت الحدث، قلبت المعادلة وحجزت لنفسها مكانا بين الشخصيات الأكثر تأثيرا أو بحثا أو تداولا أو انتقادا في العالم أجمع. لم يكن مستغربا أن ينافس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المسؤول العربي الوحيد على الحصول على لقب الشخصية العالمية لعام 2017 وفق قراء مجلة التايم، متقدما على أهم القادة في العالم ورجال الأعمال وعمالقة الصناعة والفنانين والناشطين، قبل أن تتفوق عليه محطمات الصمت The Silence Breakers من حركة أنا أيضا، والمقصود بذلك السيدات اللواتي منحن صوتا للناجيات من الاعتداءات الجنسية والتحرش الجنسي. لكنه مع ذلك حل في المرتبة الثانية في قائمة الخمسين الأكثر تأثيرا في العالم لعام 2017 التي تصدرها مجلة بلومبرغ بيزنس ويك، عازية اختيارها إلى التغييرات الكبيرة التي أجراها في المملكة، رغم ارتباط اسمه بالدرجة الأولى بحملة مكافحة الفساد ورؤية السعودية 2030 وحرب اليمن واستقالة الرئيس سعد الحريري. إلى جانب محمد بن سلمان بقيت أسماء قادة الدول الكبرى كصانعة للتاريخ ومؤثرة في الأحداث. تصدر القائمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي شهد العالم معه متغيرات فاصلة مرتبطة بالسياسة الأمريكية الخارجية وأثارت قراراته استهجان العالم في الداخل والخارج. في مقابل جنوح ترامب كانت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي تتصدر قائمة بلومبرغ وتدخل ضمن أكثر الشخصيات البارزة في قائمة فورين بوليسي بمحاولة الحفاظ على الرؤية الأمريكية التقليدية للشؤون الدولية. إيمانويل ماكرون وجه أوروبا الجديد برز اسمه على الساحة الدولية بعدما أصبح أصغر رئيس لفرنسا في التاريخ الحديث، وأعاد بلاده إلى قلب المعادلة الأوروبية وصناعة القرار على مستوى العالم ودورها التاريخي في الشرق الأوسط. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وصف بأنه الرجل الذي يحاول جمع أوصال العراق الممزقة، ومعه تأتي شخصية رائد صالح مدير الدفاع المدني السوري المعروف باسم الخوذ البيضاء من بين الأكثر تأثيرا في العالم وفق مجلة التايم. جيف بيزوس مؤسس أمازون الذي تمكن من إزاحة بيل غيتس لساعات قليلة من قمة أغنياء العالم بثروة تخطت 100 مليار دولار بفضل مبيعات لبلاك فرايدي في عام 2017. كما قبله أو بعده، الشعوب ترفع أسماء وتسقط أخرى، وإن كانت هناك شخصيات كثيرة أثرت في بلدانها هزت العالم بمواقفها وقدمت التضحيات لأوطانها.